طبعا هذا نوع من النسور قبضوا عليه شباب تبوك الله يعطيهم العافية. النسر يحمل أرقام وكلام بالعبري الإسرائيلي، مثل ما أنتم شايفين النسر حجمه كبير، تم القبض عليه وحطوه الشباب في مكان آمن من أجل تسليمه للجهات المختصة. طبعا واجبنا الأمني أن نسلمه للجهات المختصة، صح ولا أخوي فهد؟ أكيد طبعا هذا واجب وطني، وهذا طير مجهول ولكن عليه عبارات إسرائيلية وبطاقة تحمل هوية إسرائيلية بأرقام وإيميلات تعود لجهات أجنبية وإسرائيلية. جميل. وبعد ما تواصلتوا معها قال لكم إن في مكافأة مجزية، وقال لكم سلموا علينا مكافأة، وأرسل لنا أشخاص يتواصلون معنا هنا من منطقة تبوك باللغة العربية، ولكن حنا رفضنا الرد عليهم. جميل. إلى حين التواصل مع الجهات الرسمية المختصة بهذا الموضوع. هذا واجبكم المواطن رجل الأمن الأول طبعاً. والآن راح يتم تسليمه للجهات المختصة، مثل الطيور ممكن تستخدم لأغراض التجسس وأغراض أمنية. صحيح. فواجبنا أن ندافع عن وطننا. الوقت ذا الوقت ذا مهما كانت الأثمان لازم ندافع عن وطننا بالقول وبالفعل يعني.